معقول في ناس يقول لك ان الخبز ده جسد المسيح؟ وانتم زعلين روحكم ليه يا اخي؟ جسد ولا يمثل؟ لا 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 لا, لا. دي مهمه قوي. ده تعليم خطير جدا جدا جدا. تعرف ليه؟ لان قال لك نحن نقدم ذبيحه. نحن نقدم ذبيحه. ذبيحه؟ ذبيحه. ذبيحه هي الذبيحه مش خلصت، هي لسه في ذبايح. وهل ذبيحة المسيح قابلة للتكرار؟ وبعدين مين اللي بيقدم ذبيحة؟ الإنسان يقدم ابن الله ذبيحة. وتقول لي ده تعليم يعني نقبله؟ نقبل إيه؟ إيه اللي نقبله؟ أي واحد فيهم نقبله؟ نقبل إن ذبيحة المسيح بتتكرر؟ أن صرخته على الصليب لما قال قد أكمل صرخة لا معنى لها؟ أقبل دي؟ ولا أقبل إن في إنسان من لحم ودم مولود بالخطية يقدم ابن الله؟ أقبل إيه؟ إيه اللي أقبله؟ في العهد القديم كان الكاهن يقدم خروف. الكاهن أعظم من الخروف. مين اللي يقدم المسيح؟ فيش حد يقدر يقدم المسيح أبدا غير هو نفسه. عشان كده يقول قدم نفسه لله بلا عيب. حد يقدر يقدم المسيح؟ في إنسان ولو بطرس الرسول يا راجل، جيبها من الآخر، أعظم الرسل، ينفع يقدم المسيح؟ بطرس يقدم المسيح. والمسيح ذبيحته بتتكرر زيها زي الذبائح الحيوانية في العهد القديم. وتعرفوا علشان يثبتوا الكلام ده زي ما عملوا في المعمودية غيروا كلمة، عملوا في العشاء الرباني قام زودوا كلمة. زودوا قال لك هذا هو دم الذي يسفك عن كثيرين ويعطى لمغفرة الخطايا. فبقيت يفهم منها ان الكاس لما بتاخده بتاخده علشان تتغفر ايه. احب اقول لك من الاخر، ربنا ما عندوش غفران بالتقسيط. ربنا بيدي الغفران جملة دفعة واحدة. مسامحا لكم لجميع، يعني اللي داخلين جهنم ولا خطية من عليهم اتغفر ولا واحدة. ولا تصدق أي كلام يتقال غير كده. ولا تصدق تروح وتاخد عشان غفران خطايا وتروح وتاخد عشان غفران خطايا. لو رحت جهنم كل الخطايا باقية عليك، ولو رحت السماء ولا خطية واحدة عليك. وربنا لما بيدي بيديها ايه؟ دفعة واحدة. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه. لا ما ينفعش تاخدها وتقول أنا باخدها بمفهومي. مفهومك أنت بتاخدها بالمفهوم اللي في هذا النظام. فلو كان واحد بيقدم المسيح أنت بتاخد أن واحد بيقدم المسيح. واحد بيقدم المسيح، هذا لا يمكن التغاضي عنه يا أحبائي. ولا يمكن لتقي يقبل كائن من كان تحت أي مسمى إنسان يقدم المسيح. لكن مش كل الناس بتقول كده. في ناس مثلا تقول لك لا الميدة دي ما عملهاش غير واحد اللي هو ده بس. حد تاني لا، نقول لهم تبقى ميدة هذا صاحبنا ده، وانا مش ناوي اخد ميدة صاحبنا. انا ناوي اخد ميدة مين؟ الرب. ميدة الرب مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالرب. الراجل يجي ما يجيش، الرب موجود. واذا كان الرب موجود يبقى التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. اضف الى ذلك اشياء اخرى، لكن المبدأ أخذناه أن في كورنثوس الأولى 10 عاوز يأكد علينا إيش مبدأ الشركة. أنت دخلت الميدة دي وقعدت عليها بقيت شريك في كل ما يحدث. أنت دخلت ميدة إسرائيل يبقى أنت شريك إسرائيل. دخلت في ميدة الشيطان أنت شريك شيطان. دخلت ميدة الرب أنت شريك مين؟ الرب. وما نقدرش نعمل الاثنين. ما ينفعش نبقى شريك للرب وشريك ايه؟ شياطين. ربنا يبارككم. وله انبه عليكم تنبيه مهم، كلكم تفتحوا ودانكم وتفتحوا قلوبكم وتفتحوا عقلكم. اللي يروح عند البروستانت لاي سبب ترتيله مش هرتيله كلام فاضي من ده محروم من التناول. اقول تاني، اللي يروح عند البروستانت هو او ولاده محروم من التناول. احنا مسيحنا غير مسيحهم، احنا ايماننا غير ايمانهم.
احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس، هما ما يعرفوش دي، ما بيقولوهاش. يبقى نروح نمشي وراهم ازاي؟ نبيع مسيحنا عشان هدية او عشان اي حاجة؟ لا حل ولا بركة ولا سماح لاي واحد يروح عندهم هو ولا اولاده يتناول هنا. واضحة دي؟ مش هنتكلم كتير ونقول الفروق ايه والحكاية ايه، هنقول بوضوح عشان محدش يقول ما هم بيقولوا يسوع، ما يقولوا يسوع بتاعهم غير يسوع بتاعنا، المسيح بتاعهم غير المسيح بتاعنا خالص، ما عندهمش اسرار احنا عندنا اسرار. واضح الكلام؟ باختصار عشان ما نقعدش نلف وندور ونقول بيروح اصلا مش عارف ايه اصلا، لا لا حل ولا بركة للي يروح هناك نفسه. احنا مش واحد، احنا مختلفين. يعني هقول لك على سبيل المثال، لو واحد مثلا من اخواتنا الانجليين دخل بيت واحد ارثوذكسي ولقى صورة كده للعذراء مريم ولا صورة لماري جرجس، مش هتعجبه الصورة دي؟ اللي كنتوا بتصلوا القديسين، هم طبعا مش فاهمين ان احنا بنصلي لربنا وبنتشفع بالقديسين، هم مش مصدقين ان احنا في الافخارستية بتاعتنا بناكل الجسد الحقيقي والدم الحقيقي لربنا يسوع المسيح، وبالتالي ما نقدرش نقول ان احنا واحد لان مختلفين في امور جوهرية. احنا مش واحد لان هم بيقولوا، في ناس كاتبين لي كده في سؤال من الاسئلة، هم مش برضو بيقولوا كلام ربنا؟ الحقيقة بيقولوا جزء من كلام ربنا مش كل كلام ربنا. يعني انا محدد وواضح ان احنا ما بنكرهش حد لكن احنا مش واحد. So folks frown upon me when I do something like this. So I know you're gonna call and cuss me out and all that, but I tell you what you do. Just send Mary down here. Or do we have her? Now, this is pretty hard. It's pretty hard. Is that right? Now, amen. This image supposed to be the Savior. Right. This image supposed to be Christ. Listen, people. That's when right. These people got this on a churchyard, in houses, in prison cells, and this is what they're doing to it. Down. That's right. Your family is sick and you crying. Oh, Mary. Mary, please, oh, Mary. Oh, Mary, help me. Help me, Mary. Amen. And then some of you liars. Some of you liars say you saw this crying. Yes. Am I right? That's right. You said you saw her crying. Amen. They said they saw the statues crying in Italy. You saw it somewhere in America, a yep. crying statue. Crying. Now, if I hit her, she should cry. That's right. Is that right? Go ahead. She should cry. If this got power. Amen. Something's wrong. That's right. Mary ain't did nothing yet. Not yet. Mary, she gonna have to do something. Do you hear what I'm talking? Amen. Oh, yes. She gonna have to do something. Amen. My viewers. Amen. If you've seen that this statue couldn't even stop a hammer. That's right. Many of you bowing to this little image on the cross. He done lost his head. The scriptures have never. Amen. Instruct us to bow to idols. That's right. Never. But yet you Christians. That's right.
who won't retaliate against my actions. Amen. Wherein you got to say amen, because we shall bow to none other. Right. Every knee shall bow. That's right. Every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, unto the glory of God the Father. That's right. That's right. We don't pray to this. Go ahead. Are you listening? So you down there praying. Amen. Look at it. Look at the image. Nothing. 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 Long live God. Amen. Long live God. God is the greatest. Amen. God is the greatest. God is the greatest. Amen. Oh, yes. Oh, yes. You brothers can take that out of here. Take it out. That's right. Take Mary out of here. Take her out. Amen. You brothers, take Mary out of here. Amen. Amen. Now, many will ridicule me for that. And they break but down. What I've done is Bible. It's all Bible. That's right. The Bible says. 2 Chronicles chapter 34. Listen. And at verse 4. What is it? And they break down the altars. Break. Amen. Break. Break down the altars of Balaam. Break down the altars of the devil. In his presence. In his presence. Presence. That's right. That's right. We're going to break it down. Break it down. That's right. Thank you, Jesus. And the images. We're going to break down the images. And the images. And the images. That were on high above. Oh. On high above. That were on high. Amen. Above. Above. Them he cut down. Amen. We exalt God and none other but him. That's right. And the groves. The groves. And the carved images. Oh. That's right. Carved. Everything get torn to pieces. That's right. Now look at the fragments of Mary. The fragments. Amen. I have 4 minutes. All right. I want the camera to zoom in on what's left of Mary. I want the camera